جبنا الليلة طيارة، محمد طيرها لها ودلوقتي بقى هي ماسكاها. الطيارة اهي تنها اهي، برنسيسة، طيارة برنسيسة. ليلى اهي بتلعب بيها. اوكي ليلى وعيتها. محمد راح صلحها وهي ليلى بتطيرها تاني. عمالة تصوت مش فاهمة ليه. Hold on, daddy's gonna fix it. You like it, Layla? محمد دخل جوه في المية قوي وهي بقت هنا. محمد وهو دخل جوه هناك. قابلنا القرد بتاع أول يوم أهو، أول نسناس. أيوة أنا شفته. ادينا له عسلية وادينا له فريسكا وتصورنا بقى وعد محمد. هو مش باين عشان الشمس، بس هو فيه. ابقى اوريكم لما نروح. محمد راح شده وراح هو خربش محمد بقى. بيصوروا كمان الاطفال وهي لابسه هنديه كده، شكلهم كيوت. هنستلم الصورة بعد ساعة المفروض، وهبقى اتفرج عليها طبعا. ليلى هي بتتفرج عليه واقفة هنا قاعدة تديله من العسلية. هو عنده سنين. بص لها مديله ايه. طب انا هديله ازاي؟ احنا قاعدين ما تأخرش بقى. هديله دي ازاي؟ لا اسمك ايه؟ ليلى كاتب الاسم بس مش كاتب الرقم. هات الورقه اللي معمك يكتب الرقم. محطوطه على التليفون. حاضر. يا اوكي خد الرقم ده. انا عايز اشوفه هو بياخد من ليلى الاول، هياخد منها؟ يلا مكشة خد. ليلي ليلى لما تدي له في العسليه ومش راضي ياخدها. والله قوية. خد بقى منها. خد خد. مش عاوز، هو مع الراجل مش طمعان. ليلى you wanna like this؟ لا مش راضي. انا مكتوب لك انا مكتوب لك ماشي يا عم. عايزك تاني اعمل لك تاني. بيت محمد كده اهي باينه. بصوا عمل له خرم هنا وهنا وخربوشه هنا، وفي خربوشه كمان على ايده، بس هو مش عارف هي منه ولا مش منه. لا بايدك التانيه افتكر اهي، افتكر منه. لا مش منه. يبقى هو عمل له التلاته دول. استنى كده وسط ايدك وريني. استنى ما تتحركش. يا لهوي بيمسك الدبانه ازاي؟ وكلها. مسك الدبانه وكلها. هات وشك تعال. يا ترى ممكن يعمل لي حاجه لو رحت وقفت جنبه؟ اسمه ايه بقى؟ سمسمه النسناسه. سمسمه النسناسه. مش راضي ياخد من دايره العسليه. هو في ايه؟ هو رجل قوي.
مشيت لي كده راحت وديتها فين سمسمة سمسمة خدي الاكل سمسمة خد النايلة stay here give it to her ايه النايلة ايه ايه Eat! Ew! What did he do? Oh, I'd be funny enough to. A little bit funny enough to. I heard the hell how about it. I'm not sure how to do it. I'm not sure how to do it. اه بص باي باي سمسمة احنا كده وصلنا سوق السمك اللي هو ممشية البرج ركبنا اسمه ايه ركبنا مركب يعني 3-4 دقايق كده ووصلنا مشينا في دمياط عدينا يعني لحته صغيره من البحر وجينا على هنا بينا في عزبه البرج وماشيين جوه هنا مش عارفين احنا ماشيين فين بس بندور على سطول السمك ما طلعتش دمياط طلعت عزبه البرج بس فوتنا الشمال في اخر الشارع وصلنا سوق ايه هو شكله نحو كام جنيه الحوشة كان بثلاثة اه تعتبر رخيص برضو 5 جنيه لحمة ايدي مش عارفة في سوق كبير كده بقى احنا لقينا كل طول السمك خلاص خلصوا فاحنا هنرجع تاني بقى نروح السوق الكبير اللي بنروحه دوت كل يوم يعني احنا كل يوم ساعة ما جينا فنرجع بقى على السوق الكبير تاني ونروح ناكل بقى في مطعم هناك بيقولوا طول السمك بيخلصوا بدري وليلى اشترت مصاصة ايوه اليوم المصاصة كيرفول اوكي امسكي كل يوم بتروح تتماكيش ايوه كل يوم بتروح تتماكيش كده اهو وصلنا المعدية عشان نركب المركب ونعدي تاني نركب تاني مكاننا زي ما كنا جينا على الفاضي فركب على المركب بس هو مش موجود حاليا لما يجي كده اهو المركب جايين بالبايكات بتاعتهم وعدتهم وحاجتهم كلها وكده بقى هو بدل نفسه واحنا هنركب ليلى كمير ده كمان جايب الموتوسيكل ايه ده بجد طب ما كان راح برجله وجيب رجله احسن كده بقى احنا هنروح نركب ليلى الاول go down Don't touch. فكده احنا ركبنا اهو قعدنا في نفس المكان بتاع اول مره نفس زازه الميه ليلى نسيتها موجوده اهي مكملناش 5 دقايق ووصلنا الناحيه التانيه اهو ناس بتنزل يلا 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 let's go احنا وصلنا اهو هناكل عند البدعة و ده بتاع السمك وطبعا زي كل حاجه ليلى's first المفروض ان ارست بس احنا غيرناها ليلاز فيرست طالعين بقى نشوف المنيو ونطلب وناكل احسن الساعة 10 بالليل وانا جعانة قوي 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 فوق ما تتخيلوا يعني جابوا لنا السلطات اهو نفس الحاجة زي في اسكندرية اهو طحينة بابا غنوج وسلطة والترشي والقوطة المخللة ديت وليمون
الاكل كده اهو جه ديت السمكيه بتاعتي برضو زي ما اكلت في اسكندريه. وليلى برضو اهي المكرونه بتاعتها زي ما اكلت في اسكندريه بس على شكل يختلف. دوت الرز بجمبري ودوت الجمبري المقلي وده الجمبري مشوي صح يا محمد زي بتاع اسكندريه برضو. يعني احنا بيسكلي طالبين نفس الاكل اهو. وبابا طالب بقى كابوريا سنية كابوريا بس هي لسه مجتش فاحنا مستنيينها ومستنيين الشوك عشان نايلة تاكل. عمالة تقولي I wanna eat. كابوريا جت اهي كده الاكل كله جه وجهز. اهو what do you want? You want a fork? You want this? كابوريا؟ اوكي كده خلصنا الاكل وداخلين بقى على بلبول بتاع الحلويات. عايزين نشوف المشبك اللي عنده والحلويات اللي عنده بس اكتر حاجه يعني المشبك. فين بقى المشبك؟ اهو هو ده المشبك الكبير. ايوه عندهم دوت ب 35 دوت ناشف ما ينفعش للسفر ودوت اهو في العلبه ناشف شويه يعني. وفي ابو لبن دوت الكيلو ب 65 دوت نص كيلو ودوت معمول باللبن فده ما ينفعش الناس اللي هتسافر بيه يعني لازم يتاكل على طول. وفي دوت الكيلو ب 25 دوت العادي وهيفضل طري وهيبقى حلو للناس اللي هتسافر تسافر بيه عادي. دي ب 15 يا سيلا والكبيره بتاعتها ب 35 اهي. قاعدين بنجرب الحلويات هنا. ليلى بتحب الزلابيه قوي خدت واحده زلابيه وخدت اهي زلابيه هات ربع عريسه وربع من اللي انت دوت. وفي بلح الشام وفي متدلعه وفي كنافه وحاجات كتير قوي هنا شكلها حلو. وفي تشيز كيك هنا اهو الحته ب 22 جنيه ده رخيصه عن القاهره. في طبق الكنافه ده شكله حلو باللوتس. ليلى سرقت مني شنطتي. ليلى شو مير زلابيا. اوكي ليتس جو ذيرز ا كار. تاكل الزلابيا جو وهنخش الميكروباص ونروح. رحنا ركبنا بايكس عجل تاني جبنا شوية ايس كريم ومروحين. معرفتش اصور لكم واحنا راكبين البايك عشان المرة دي ليلى كانت معايا وكانت راكبة ورايا فكنت سايقة بالراحة اوي يعني عشان ميحصلش حاجة. فده اخر الفيديو واحنا كده خلاص مروحين الوقت اتأخر عايزين نرتاح بقى اخر يوم بكرة لينا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم متنسوش تشتركوا في القناة وتكتبوا لنا كومنت حلو ونشوفكم بكرة. باي.